أكدت صحيفة أولي الواسعة الانتشار في الأرجنتين أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرر إلغاء الودية التي كانت ستجمع منتخب التانجو بنظيره من الكيان الصهيوني السبت القادم في القدس. وقالت الصحيفة أن المطالبات الفلسطينية بإلغاء المباراة كان لها صدى داخل أسوار المنتخب الأرجنتيني الذي يعسكر حاليا في برشلونة. وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأرجنتيني أعاد تقييم الوضع بسبب الجدل الذي رافق قرار إقامة المباراة في القدس ما دفعه إلى إلغائها بشكل نهائي والبحث عن منافس آخر.